واحدة يا معي القصب انت. لا 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 اسمعني اسمعني لحظة بس اكلمك قبل ما تبدأ. إذا مني قلت لك رح جيب سكين من المطبخ ايه؟ ورحت غرفة النوم تجيب لي سكين منها؟ لا جيبها عندي. ما تجيب سكين من المطبخ. إذا تقول لي لغز قل لغز، إذا تقول لي مثل قل مثل، خلاص إذا تقول لي حاجة قديمة حاجة قديمة. لا خلينا واحد عمى واحد عمى. أبو وليد سم أنت طال عمرك ان سويت فينا سواتك الاوله. لا ما نعلم شو بنسوي، بنهجم عليك كلنا. يلا لا لا يلا شوفوا عمى هو اي عمى الله يستر، بس لا تطيح بالنار. جاء عمى وجاء واحد وقال له موضوع، قال له سوي لي حاجه زين. نعم. والعمى ذكي، يوم سواها كشف السر. يوم سواها اي نعم وهو عمى كشف السر. والله ذكي والله. يا عم حتى قال ايه ذكياء العميان ما شاء الله. اي بالله كفيفي مش افا يا هلال. ها ضربك واعي على الصعبه مسعد. ايه خلاص املح الكلام اطلع. انا اتحدى كنت. يلا هذا يرقن خلاص. انا اقول صعبه اذا يقول على كلامك ما هو ايه؟ ما هو خط ايسر. ايه ما لا خط مرس سيده. شوف الرجل أعمى. أعمى هو. الآن تقوم دور الأعمى. إيه جاهو لما السر. قال له سوي الحاجة هذه والحاجة هذه في نظر المفتح أنها صحيحة. معي وهي مب صحيحة. لعبنا على العمى. زين؟ العمى جاء ويوم حط قاعد سنة عرف أنه مو صحيح. كان طلب لك وسحب نفسه ورجع. كشف السر العمى. والحل مقنع. مقنع. تحليل هذا يلا كشف وتو جاب لكم هذا بداته. اقول كشف هذا الكر يبغى يرقل الخله. ايوه يبغى يرقل الخله يبي خرف. حلو بس طيب وش كشف العمى؟ كشف حاجه وش كشف المعنى الخله. ما حط الكر عند الزيد حط الكر في الخله وبدا يرقى طقه طقه. كشف السر العمى. كشف السر يمكن ما في تمر. مو بوقت تمر. قال الوضع كيت كيت كيت. ما في مو بوقت تمر. لا خلته ما نبي تمر حنا. الكر يبي ينقطع. ما ينقطع الكر. ما الكر ما ينقطع. لا ينقطع على كل. يا ابو وليد. هلا يا ابو وليد. هلا يا ابو وليد. هلا يا يلا انا بتحدى الرجال. وصلت لك الكر والكر. ما اشغلتك ولا انا اقول ابو محمد عجزي واعترف ابو محمد جهلي واعترف لا هو جهل ابو محمد ولا هات الحل يا رجال. تحدي وصلت لك الكلى وكر على جهل ولا على ذا ما شاء الله. انا استسلم ولا بالعكس. لا لا اللي ما يعترف يا ابو وليد اللي ما يعترف بنقصانه ولا يعترف بجهله هذا مسكين. هذا يا طويل العمر ودك انك تروح الكمال لله سبحانه وتعالى. يلا يا ابو سيف ننتقل الى ابو سيف. قلنا لك انا تو قالك الكر صح. انا اقول لك صح وانخلى بس نبغى السر. السر ما لك شبه العمى. العمى ما قال له شيء. وشان هو الشيء؟ ما عليك ما انا معلم انا خلص. وحط الكر يوم حط الكر كشف هالسر. اي يوم انفض الكر قربت سدى. ايه زي ولا العمى كشف السر. هذا يلعب عليه السر ما في الخلا ما لها راس. يا سلام عليك ممتاز ممتاز. كم سلم عليك كم سلم عليك كم سلم تعال بس احنا قلنا طيب وليد انا قايل مو فيها تمر. لا ما فيها راس ما فيها راس.